ايه بقى، ايه نصايحك لاخوك الصغير يعني او لهد؟ لا هو مش لاخويا الصغير، هو اخويا الصغير طالما هو ما وصلش لدرجه عقلانيه ان هو يفتح بيت هو من نفسه مش هيعملها. لا هو في حاجات تانية لازم تتبص عليها شويه، مثلا زي قانون، لا القانون لازم يبقى عادل هنا وهنا. انا معلش انا ولد جت عليا فتره من كام شهر انا كان ممكن اخش اسمي مع مجرمين زي اللي سرق زي اللي قتل عشان يتحكم عليا بقى قايمه تبديد مثلا، كان ممكن. طب انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت. ايه الدرس اللي انت اتعلمته من القصه دي كلها؟ الدرس اللي انا اتعلمته زي ما الدكتور قال فعلا موضوع ان لازم يبقى في دراسه في الاول. دي كانت غلطه تسارع. ايات انا شايفه ان مفيش اي حد ياخد القرار يعني اقل من 27 سنه ده دي تبتدي تفكر. شايفه ان هي ممكن تتجوز على 30 سنه، انا شايفه ان ده سن يعني عقلاني كويس جدا. انت عارفه في مصر يقولك 30 يا نهار ابيض وصلت. ما هو احنا في مصر بنمسك حاجات بره بنمسكها نقول لا اوكي دي هنعملها، حاجات تانية لا. طب يعني جربوا في الجواز كده على الاقل يبقى في عقل، يبقى في دراسه كويس زي ما الدكتور طبعا بيقول، بيدرسوا بعض كويس جدا، فهياخدوا القرار صح للطرفين اذا كان للراجل او لانه لسه. في النهايه انت عندك ولد ومصطفى عنده بالزبط. ولد وبنت، فالحقيقه انه في النهايه اللي بيدفع الثمن تسرع في اتخاذ القرارات والمشاكل دي كلها صح. وحاجه كمان غير السن، يعني السن خلاص تمام ده دي حاجه اكيده منه. الحاجه الثانيه ان كل حد يقوم بمسؤوليته، بس الراجل يبقى مسؤول كراجل كفي البيت وكمراته واولاده، مسؤول مسؤوليه كامله. حتى لو الست بتشتغل فهي فعلا ممكن زي ما حضرتك قلتي تصرف على لبسها، تصرف على الكوافير، تصرف على حاجات كماليات ممكن هي ما تقدرش تكلفه زياده بيها. لكن ما ينفعش الاثنين يقوموا بدور بعض، ما ينفعش الست تبقى راجل. بصي ده بيبقى اتفاق في الاول، لازم اكون واضحه في القصه دي، ده بيبقى اتفاق بينهم من الاجيال الجديده كلها. ما هو دوت بقول النصيحه دي عشان يتفقوا عليها من الاول. يتفقوا عليها. مها كلمات. طيب انا طبعا مع مصطفى ان احنا عايزين تعديل قانون الاحوال الشخصيه، واحنا والله بقينا نشف في الموضوع ده، محتاجين يكون في شرطه اسريه مالهاش علاقه خالص بالشرطه الجنائيه. انا متفقه معاك تماما. الحاجه الثانيه المتعلقه بفكره سن الزواج، انه خلاص لو احنا ما عندناش بد ان احنا نعلي سن الزواج فوق ال 21 اللي هو الاهليه الكامله ما يكونش فيه اطفال. يعني دي حاجه. النصيحه المستمره بقى تحصنوا بالعلم والعمل، كل الاسر المصريه يعني بناتكم لازم يتعلموا، الست المتعلمه هي اللي هتبني ولادنا. الحاجه الاخيره ان ولادنا الحقيقه مش ملكنا، هم ملك المجتمع، وبالتالي احنا اصحاب مصلحه مجتمعيه وطنيه ان احنا ندافع عن مصالحهم. دكتور انا رايي ان كل حد يسال نفسه انا رايح اتجوز ليه واتجوز مين. لو انا عرفت اجاوب اجابه كويسه عن السؤالين دول، انا بتجوز ليه وهتجوز مين، اعتقد انه نسب الطلاق هتقل كتير. محتاجين نعلم الناس هتجوز ليه واتجوز مين. هو الطلاق شر ولا الطلاق احيانا يكون خير؟ لا طبعا خير، بس هو مؤذي للاطفال جدا. لكن خير كبير للي هيطلقوا الحقيقه ان هم مش عارفين يعيشوا مع بعض، لكن هو مؤذي للاطفال. في نسب على فكرة خطيرة في موضوع الإدمان والطلاق. صحيح.